السلام عليكم اخوان ديالنا، هذا كتالوج ديال الصباغه الالومنيوم، الصباغه على الشكل الالومنيوم، كاين 5 ديال الالوان. هادو بريباراسيون، كيضربوا البيبان ديال الحديد كيجي على الشكل الالومنيوم، كيتخدم على الحديد. ولو كل حديد مضروب بليسانس راه ممكن نضربوه بالديليو، كاين بواحد الطريقه. جميع انواع ديال الديكوراسيون في الكيلو موجوده عند شركه شورو، توارك، ستيلا، الخايس، سيلفيا، امواج، جمانة، نوراسترا، جميع انواع الديكور، فيروس، كل شيء كاين في الكيلو. الاخوان ديالنا من باب تذكير الاخوان اللي ما عارفش الديكور كاين في الكيلو، راه موجود عندنا. ديسكات تاهما ديال استيكاج 1000 و 2000 و 3000 و 4000 و 5000، الورق الذهبي حتى هو موجود. اي حاجه موجوده عند شركه شوروم كولور، جميع انواع الديكوراسيون. شي واحد عنده البروفيل ديال الالومنيوم بغى يصبغ البيبان ديال الدار، اي حديد ممكن تصبغ بهاد الصباغه، هادي تجي حرشه، تجي دوزي كتلقاها حرشه، صباغه حرشه بحال الالومنيوم. هي على الشكل التالي، على هاد الالوان، ايلون واحد، النمره واحد، والنمره جوج، والنمره ثلاثه واربعه وخمسه. بالنسبه لهاد الصباغه ديال الالومنيوم كتضرب بالبيستولي، بالبيستولي كتجي على الشكل التالي، تجي حرشه بحال الصابلاج. ها هو الشكل ديال هاد الباب، هذا مضروب بها، كتضرب بالبيستولي وكتخلط بالديليو. ولكن إذا كان الباب ديال ديز بالسانتيتيك بليسانس ممكن تضرب هذه. اش كدير ليها؟ كدوز غا كارطة ناشفة، تضرب واحد الكوش ديال لابري فيلير، لابري فيلير كري، لابري فيلير، صافي كتخدم على الديليو، ما تفريزي ما والو، بحال كيزوليتي فيكسي داك الحديد ديال السانتيتيك وتضرب عليه الصباغة ديال هاد ديال الصابلاج، راه كتجيك على الشكل التالي مزيانة، كتجي بحال الألمنيوم. دابا حاليا كاع البيبان ديال السامبل ديال الفيلات، الحديد وداك الشيء، كيضرب هاد الصباغة هادي جديدة. الإخوان ديالنا، بالنسبه خويا الاخوان ديالنا، هذا الفيرني، الفيرني ديال الباركي، الفيرني ديال الباركي فيه جوج انواع، كاين الفيرني ديال اللي تخلط بالماء ديال الباركي، وكاين الفيرني البوريتيتان اللي كيتخلط بالكاتاليزور ديالو ديال الباركي. غير من باب تذكير الاخوان ديالنا، بالنسبه للباكيت ديال الكوان موجود عندنا 7 اشكال ديال الباكيت ديال الكوان. والسلام عليكم.